حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، وقال يعلى: حدثنا الأعمش درع من حديد، وقال معلى: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش، وقال: رهنه درعا من حديد.